لا تزال حوادث الغاز تحصد الأرواح يوميا، اختناقات بأحادي أكسيد الكربون وما يقابله من انفجارات للمنازل والمصانع نتيجة التهاون أحيانا وعدم الخضوع للمعايير الوقائية التي تضبط المصانع، ولعل ما حدث في مستودع سطيف مثال على ذلك. قوموا بتكوين أعوان الأمن اللي يقوم بالتدخل في حالة خطر مثل هذا. ما هي الإجراءات اللي يقوم بها؟ كيفية الإطفاء، كيفية الوقاية، كيفية إجلاء المحاصرين في النيران هذه؟ هذا هو الشيء الهدف تاعنا، إحصاء المؤسسات لتأهيلهم يعني وقائيا وتدخليا إن صح التعبير. لأنه إذا كان شفنا ظاهرة الصيف أنه مخزن مواد متفجرة إن صح التعبير، هذه الريحة والمواد التنظيف كلها يعني سريعة الالتهاب. ورشات ومصانع لا تخضع للشروط الأساسية أو ربما غير مزودة أصلا بأجهزة الإطفاء، بالإضافة إلى غياب مقاييس الوقاية، ما يشكل خطرا على السكان في حال وجود مواد خطيرة. بعض المؤسسات اللي راهي ما هيش تخضع المقاييس الوقائية، ما فيهاش ولا قطرة ماء بها نقوموا بالإطفاء ولا مطفاء، للأسف الشديد حتى المنفذ النجدة ما موش متواجد. إذا شفنا مثلا واش وقع في ولاية سطيف، أنه الانفجار أدى إلى هلاك عائلات يعني بأكملها والبنايات المجاورة، لأنه كاين بعض الممارسة التجارية ما تكونش في المناطق العمرانية. هذا هو الشيء اللي حابين نوصلوا ليه. أخذوا الإجراءات اللازمة في المنازل أو المصانع لتفادي هذه الانفجارات مع مراعاة الشروط الأساسية التي تحكم المصانع والمستودعات والتي أصبحت قنابل موقوتة وسط الأحياء العمرانية. Yeah.